طبعا احنا ضمن الخطه اللي حاليا عدت من قبل محافظ محافظه طول كرم اللي هي القضاء على ظاهره المخدرات، فضمن الحمله التي قامت بها الشرطه والاجهزه الامنيه اليوم احنا نسقنا مع منتدى شارك ومع مخيم طول كرم لعقد العديد من المحاضرات اللي هي التوعيه والارشاد، لنسعى من خلال هذه المحاضرات الى خلق جيل يتمتع بثقافه القانون، وهذه المحاضرات ستتمحور حول مخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع. احنا حبينا نعمل ورشة عمل عن المخدرات للمخدرات بالتعاون مع منتدى شارك وشرطة المخدرات، لأنه هاي الآفة انتشرت كتير بمجتمعنا وإحنا ما بنقبل هذا الإشي إنه يكون موجود في مجتمعنا. احنا حابين إنه يكون مجتمعنا خالي يربى فيه جيل من جيل واعي للمخدرات وما يدور حوله، لأن هاي الآفة آفة مدسوسة ومعنيين إنه خراب الأولاد، لأنه هدول هم اللبن الأساسي في المجتمع. فحبينا نعمل هاي ونوعي الأولاد عن مخاطر المخدرات ويكونوا قريبين من الشرطة لحتى يكون عندهم وعي واندماج مع الشرطة. طبعا اليوم جاي متطوعة بالتعاون مع منتدى شارك لأجل مكافحة المخدرات. طبعا قمنا بعدة نشاطات اليوم، زرنا النادي المركز النسوي، طبعا إن شاء الله يكونوا يستفيدوا منا، طبعا هدفنا خلق مجتمع نظيف خالي من المخدرات.